فواز ما كانش ليه ذنب يا ريس حربي ولا يعرف حاجة. اللي عملته ده مش هيطولك انت لوحدك ولا هيطول فواز لوحده. انت واخدنا على البيت ليه؟ اهلي ما لهمش ذنب. هتعرف واخدك على البيت ليه؟ أظهر وامي ما لهمش دعوة يا ريس حربي. انزل. خلص عليا انا يا ريس حربي. هم ما لهمش ذنب. ما لهمش دعوة يا ريس حربي. انزل. مش هنزل. فكرك يعني لو عايز اخلص عليهم هيفرق معايا هتنزل ولا مش هتنزل؟ بالنسبه للحكومه مش هيبقى ليا صالح بيهم. لا انا عايزك يفضل ليك صالح بيهم وتشتغل معاهم زي الاول وتوصل لهم معلومات عننا، بس دلوقتي توصل اللي انا اقول لك عليه. حاضر هعمل اللي تقول عليه بس انا امشوا من هنا. امنت لك انا بحاضر دي؟ لا لازم امن نفسي منكم كويس قوي. انزلوا. فواز في ايه؟ خير. خير؟ وهيجي منين الخير وانت مكتف عيالك دي؟ ما تقلقوش حقك وتفرحوا، احنا جايين نطلبوا اصهار لعيل من عيالي. يا مري يا اختي مش هتتجوز كده يا ريس حربي. زمان لما كانوا قبيلتين بيتصالحوا كانوا بيعملوا حاجه من التنين كضمانه، يا يبقى في بينهم تجاره ومصلحه يا يبقى في بينهم نسب، واحنا مفيش بينا تجارة. شوف أي ضمانة تانية غير أختي؟ لا أنا مش هأمن لك إلا إذا كان في بينا نسب. ودينا جينا أهو قدامكم حاجة من التنين، يا نفرحوا بيكم كلكم يا نعزوا فيكم كلكم. قلت إيه؟ يا مرارك الطافح يا عواطف. آخر ثلاثة سلطان أكبرهم وأعجلهم وبأمنوا على كل أسراري، ومتجوز ثلاثة ومن حق الرابعة هلال. هو وزنه كتير بس دمه خفيف وحمش هبابي، بس حماشته دي تخليه متسرع وبخيل حريص. لا بخيل قوي كمان. سيبك منه. ضاحي. ضاحي ده نسيت أقول، هلال بيقرأ ويكتب ولا بتوع المدارس. ضاحي راجل جدع وصاحب صاحبه وعينه زاغة وبتاع حريم. خليك محضر خير مال، ولو اتعارك مع جبل يهده. ها هديك عرفتيهم يا عروسة. قلت ايه؟ عرفت عن كل واحد جملة، على اساس هعرف اتجوز مين؟ يا رئيس حربي أزهار هتحتاج وقت عشان تفكر. يومين جمعادنا الخميس تكون العروسة اختارت ونعمل الدخلة على طول. يومين؟ دخلة بنتي؟ متدار للنار كده؟ خير البر عاجله. يلا يا رجالة، يلا يا طايع، يلا يا فواز. يا ريس سيب لي طايع وفواز اليومين دول، احتاجهم عشان التجهيزات. لا هيبيتوا عندنا ما نقدروش نستغنوا عنهم، وعندنا شغل كتير. هسيب لك اتنين من رجالتي على الباب عشان لو العروسه احتاجت حاجه لزوم الفرح. دي اقامه جبريه. ما تقولش كده، ده يقفوا في الخدمه عشان لو العروسه احتاجت اي حاجه لزوم الفرح يخدموها على طول. يلا يا طايع، يلا يا فواز. هتسيبني اتجوز واحد من المجرمين دول؟ مستحيل، مش هيحصل. هتعمل ايه يعني؟ تصرف يا زهر ما تخافيش. سروج بيه صاحبك كان جاي يسأل عليك. تقلقيش يا زهر، أخوك الكبير هيتصرف. ادخل يا فواز، ادخل نادي على عروسة خليها تختار عريسها. ادخل. قول أولادي كلهم قدامك اهو، اختار اللي تحبيه. مين دي؟ اختك فين يا طايع؟ اقلب عليها البيت.
مش هتلاقيه. بلاش اثر يا ابوي. وقتك فين يا طايع؟ هربت. ولو جربت عليها الدنيا مش هتلاقيه. طب ثلاثة بالله العظيم، اختك لو ما ظهرت دلوقتي. معلش اتأخرت شوية عند الكوافير، هدخل البس دلو. رجعتوا ليه؟ مش هسيبكم يا زهر. حد يرجع لي النار برجليه. وانا يعني لو كويسه وانتم جراكم حاجه هكون في الجنه. انا هطلع اشغلهم بره وانتوا تهربوا من باب الوراني، مفهوم؟ اطلع يا طايع، انا هلبس الفستان. ما تخافش هكون كويسه. فستان ايه؟ مفيش جواز. هتمشوا يعني هتمشوا يما؟ مفيش فايده. انا حاولت معاها كتير، دي رجعتنا من نص السكه بعد ما مشينا مع الضابط صاحبك. فوضت امري ليك يا صاحب الامر. شوف يا ولدي، هي مش هتمشي، وانت اللي بره دول هيتكتروا عليك وهتموت على الفاضي. خليها تلبس الفستان. يما انا اموت احسن ما الجوازه دي تتم. طايع لا اتجوز النهارده، محتاجك جنبي. ده انت اخوي وابوي ولي امري. لا لا يا زهر، مش هسيبك تخش النار برجليك. ما تخافش، انا هعرف احمي نفسي، وانا متاكد انك هتعرف تطلعني منها بعدين. انا كدها يا طايع. اسم العروسة أزهار. أزهار إيه؟ أزهار حسن الهواري. اسم العريس. يا عروسة اخترت مين؟ مش فارقة. أنا يا أبوي. لا أنا يا أبوي. اكتب يا مولانا هلال. هلال حربي العتيبي. استنى يا شيخ، هديك 100,000 جنيه بس تسيبها. 500,000 جنيه. 500 موافق. وبلاي ستيشن. خلاص يا ابوي، يعني نكتبه ضاحي. خلاص يا مولانا خليها ضاحي. ضاحي حربي العتيبي. حربي العتيبي. التهنى. مبروك يا عيال. سلم على أزهار ما تستاهلش اللي بيحصل ده. هي اللي اختارت ترجع. لو كانت سابت كل حرب كان هيبقى صعب عليها. عاوز انزل اقتلهم كلهم. هيقتلوك ويقتلوها. الموت اهون. كل شيء كتير. بعد الشر عليه. هو في شر اكتر من اللي انا فيه. يا ريتني ما طلعت من السجن. السبب يا مهجة. أنا السبب. أنا سبب كل اللي بيحصل. مش حرام عليك يا طايع تلومني على كل حاجة؟ أنت
طول عمرنا مهما حصل بنبقى انا وانت ضد الدنيا مش ضد بعض. امشي يا موجه. ما عايزاش امشي. عايز ابقى لوحدي.